استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضبية. وخلال اللقاء أكد سموهما السعي الحكومي المستمر من أجل أن ينعم المواطن أينما كان بأرقى الخدمات وأعلاها جودة. وقال سموهما إن مسيرة التنمية تسير بخطى ثابتة وتتجه بخطوات متسارعة لسد احتياجات المواطنين في كافة مناطق المملكة، مضيفين سموهما أن المواطن دائما هو الهدف لأي توجه تنموي، ويهم الحكومة أن تحقق رضاه وتلبي تطلعاته في العيش الكريم وسط بيئة آمنة ومتطورة خدماتيا في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الكفاءات البحرينية أثبتت قدرتها ونجاحها في كل مجال، وهي موضع فخر واعتزاز، ولها من الحكومة كل أشكال الدعم والإسناد. كما استعرض سموهما خلال اللقاء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.